مصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا. المصير واحد، والحرص واحد، والمصلحة واحدة، والسعادة واحدة. ونحن عشنا في السعادة، وعشنا في السعادة بعد ما بنيناها وبعد ما سهرنا عليها. قبل 50 سنة، قبل 47 سنة، توفقنا بقيادة حكيمة، مش ذكية بس، لا، حكيمة، حطت البنية التحتية صح، حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع فيه، أن نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة. كل اللي صاير اليوم يا عيالي ونشوفه من شرقها لغربها هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا. العالم تغير اليوم، نحن نعيش في حياة مختلفة اليوم، نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشيال ميديا أو الإعلام، اللي يأثر علينا وايد. ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة، ما نبغى تنخطف عنا، ما نبى أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا. لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود، الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدنا شو، كل واحد منكم، كل وحدة منكم سفير لبلاده، يمثله بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومنجزاته، أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده، يقول أنا بتصرف بالطريقة هاي. لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا. أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي، أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي. ونحن كلنا مسؤولين لصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد، لأن كلنا، كلكم راعن، كلكم راعن على سمعة هالبلاد. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها، وأنتوا السلاح الحقيقي. ترى مش 3 مليون برميل، لا، انتوا مستقبل هالبلد، انتوا صمام امانها، ان نحن نراهن على الانسان الصحيح في مستقبل لامانه كبيره مثل دوله الامارات.